صديقي ماك على وشك عيش أكثر تجربة مخيفة في حياتك. سأخبرك الآن أنني لا أخاف من شيء. سنرى. لا يمكنك إخافتي. أحكم وثاقه. عليك الصمود لعشر دقائق مع ألف عنكبوت لتنتقل إلى التحدي التالي. أطلق العناكب. شغل المؤقت. سبب قيامنا بهذا هو أن ماك قال إنني مهما حاولت لن أتمكن من إخافته. أتعتقد أنك خائف الآن؟ أكاد أن أخاف قليلاً. قليلاً؟ هذا واحد من تحديات الخوف الكثيرة التي سيواجهها ماك في هذا الفيديو. يا للهول! إذا تمكن من مواجهة كل المخاوف بنجاح فسيربح 800,000 دولار. لن أكذب، كان ذلك أكثر صعوبة مما توقعت. 3، 2، 1، ارفعوه. أجل، مبارك على تخطيك للتحدي الأول. هيا بنا. ولكن سيتوجب على ماك تخطي كل هذه التحديات إن كان يريد الفوز بالمال. أعلم أنك معصوب العينين، ولكن ثق بي. ارفعونا. لماذا تجثو؟ ماذا؟ قف. أنت بخير. لا 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 لا. حسناً يا جيمي. حسناً، يمكنك التشبه. هذا لطيف. يا للهول. حسناً. اخلع عصابة العينين يا ماك. أهلاً بك في التحدي الثاني. تحدي الخوف الثاني هو تحدي الخوف من المرتفعات. ستقف على هذا اللوح وستفك الرباط لتصبح غير مثبت بأي شيء، ثم ستضغط ذلك الزر وستسقط سقوطاً حراً عن ارتفاع 60 متراً. وعليك أن تثق بأنني سألتقطك. لا لا، أنت ترتجف. أجل، بالطبع أنا أرتجف. سأسقط عن هذا اللوح دون ارتداء حبال نجاة. لا يمكنني رؤية الأرض أصلاً. كن حذرا جدا. على الرغم من أنك لا تستطيع رؤية الأرض، إلا أنني أستطيع إخبارك بأنك على ارتفاع عالي. يا للهول يا ماك. كل ما عليك فعله هو فك هذا وضغط ذلك الزر. يا للهول. أريدك أن تنظر في عيني الآن وأن تخبرني بأنني سأسقط وسيكون هنالك شيء ما ليلتقطني. هنالك شيء ليخفف من سقوطك، أعدك. هذا لا يصدق. أنت غير مثبت بأي شيء. هذا مخيف. تم فك المنقط. يا للهول يا صاح. ليس عليك فعل هذا. يمكنك الانسحاب الآن والاعتراف بأنك مخطئ وبأنك تخاف فعلا. مستحيل. يا للهول يا صاح. علي القول إنك تبدو خائفا جدا. يا للهول. 5، 4، 3، 2، 1. بالتوفيق. بالتوفيق. صفر. هيا بنا. لا أصدق أنه فعلها. إنه مجنون. إذا كنتم تتساءلون من هو صديقي ماك، إنه متسابق في فيديو تحدي سابق وللأسف خسر حينها 800,000 دولار، ولكنه الآن يخوض التحدي الثالث من أصل 6 ليحاول الفوز بتلك الأموال. ها نحن أولى. أجل، التحدي التالي. سيارة ب5 دولارات وفيها 800,000 دولار. كما ترى، هذه السيارة موجهة نحو البحيرة. أعتقد أنك تريد مني قيادة السيارة نحو البحيرة. لا، ذلك خطير. ليس هنالك دواسة وقود فيها. من الواضح أنك لا تستطيع قيادتها إلى البحيرة. أجل يا لغبائي، لما قد أظن أنني سأقودها إلى البحيرة؟ أجل غبي. لهذا السبب سنقوم بإلقائه فيها. أحضر الرافعة. جيمي، أصبح الأمر حقيقيا الآن. حسنا. يا للهول. يا للهول. حسناً ماك، استمع إلي جيداً. حالما نقوم بإلقائك في البحيرة ستبدأ السيارة بالغرق بسرعة، ويوجد في المقعد الخلفي مبلغ 800,000 دولار التي تحاول الفوز بها، موزعة ضمن 8 أكياس. عدد الأكياس الذي يمكنك إنقاذه من السيارة سيحدد المبلغ الذي ستتابع التنافس عليه في الفيديو، والباقي ستخسره. يا للهول يا صاح. لن أقول لك أبداً إنني خائف، ولكنني قريب جداً الآن من ذلك الشعور. يمكنني رؤية ذلك. قبل أن نرمي سيارتك سأقدم لك عرضاً أخيراً. إذا سحبت الآن واعترفت أنني أخفتك سأعطيك 100,000 دولار ونعتبر متعادلين. أجل، لا بأس. لن يقبل العرض. من المستحيل أن أقبل. كنت أعرف هذا. نولان، خذ. كنت أعلم أنه سيرفض. خسرت المبلغ كله المرة الماضية، لن أخسر الآن. 3، 2، 1. يا للهول. أنزلوا. ماك، لديك نحو 20 ثانية للخروج من السيارة قبل أن تغرق في الماء.
يلا الهول. اختفت السيارة، غرقت بسرعة كبيرة. يا للهول، لقد خرج، إنه حي. ماك، نولان، أحضر ذلك الكيس منه. هيا فليمسك حسنا. أحدكم بهذا. أكثر جزء مخيف في التحدي هو أن السيارة تغرق أكثر في كل ثانية، ما يجعل رؤيتها والوصول إليها أصعب. لذا إذا كان ماك يريد الاحتفاظ بكل أموال الجائزة، سيتوجب عليه التحرك بسرعة كبيرة، ولكن كما ترون لن يكون الأمر سهلا. ماك استمر بإخراج كيس، يلا الهول، تلو الآخر، تلو الآخر. ماك أنت مجنون. ولكن بالإضافة إلى أن السيارة تغرق أكثر فأكثر، ما لا يدركه ماك هو أن آخر كيسين مليئين بالأموال مثبتان بأحزمة الأمان إلى الكرسي الخلفي. يمكن لماك التمثيل في فيلم أكشن يا رفاق. كاد أن ينضم للفريق الأولمبي للسباحة عندما كان صغيراً، لذلك قررت إدراج هذا التحدي. عليه الغوص لمسافة 12 متراً والمياه باردة جداً، كيف يمكنه حبس أنفاسه في تلك الظروف؟ حصل على كيس آخر. حسناً، لديك 700 ألف دولار على القارب. لما لا تتوقف؟ اتركها في قعر البحيرة، يمكننا الانتقال إلى... حسناً، لا يريد. في هذه المرحلة كانت السيارة قد وصلت إلى قاع البحيرة التي يبلغ عمقها 13 متراً، ما جعل قدرة ماك على استرجاع آخر كيس أمراً أشبه بالمستحيل. لا يمكنني فعلها، الظلام دامس هناك. أستنهي التحدي رسمياً؟ لا يمكنني رؤية السيارة يا جيمي، لقد اختفت. القارب يمين. عجباً، أنت رياضي جداً. هل أعجبك هذا الفيديو أكثر من الفيديو الماضي؟ هذا الفيديو أصعب بعشرة أضعاف على الأقل. أعلم. على الرغم من أن هذا يبدو جنونياً، إلا أن هنالك 7 غواص سلامة جاهزين لضمان سلامته. أصبحت قيمة الجائزة 700 ألف دولار، ولكن من الآن إما سيربحها كلها أو يخسرها كلها، ويجب أن يخوض 3 تحديات ليفوز. قد يكون هذا الأصعب. أدخل. هو أقرف من تحدي العناكب. هيا أدخل فحسب. داخل هذه الغرفة صندوق معدني. كي تتمكن من المواصلة عليك إدخال يدك في الصندوق وإخراج أي شيء تجده، وسأطلب منك التوقيع على هذه. مكتوب فيها أنك لن تستطيع مقاضاتي في حال تعرضت للأذى. وقع هنا فحسب. حسناً، وقعنا الأوراق. أهنالك حيوان أو ما شابه؟ هنالك أشياء في الصندوق. قف هنا، ضع يدك في أحد هذه الثقوب. هنالك شيء في الداخل وعليك سحبه. يا صاح، هذا مخيف. حسناً، سأتأكد من أنه يتحرك. وقف. حسناً، انطلق. من الواضح أن يده لم تلمسه بعد. مهما حصل، حالما تمسكه عليك سحبه للخارج. ما أمسكته هو لوح شوكولا فيستبلز الجديد. غيرنا الغلاف الخارجي واستخدمنا وصفة ألذ، فلنجربها معا. أنا لن أجاملك، سأخبرك رأيي بصراحة. حسناً، هذا جيد. الوصفة الجديدة تحوي كمية أكبر من الحليب والكريمة، ولدينا نكهة المقرمشات الجديدة ونكهة الحليب بالشوكولاتة ونكهة اللوز وهي المفضلة لدي، وزبدة الفول السوداني. بدأ إطلاقها في كل أنحاء الولايات المتحدة وقريباً في متاجركم حول العالم. أتوقوا لمعرفة رأيكم فيها. حسناً ماك، هل أنت جاهز للتحدي جيمي التالي؟ لقد زرت هذه الغرفة من قبل وخضت التحدي لكسب الكثير من الأموال. إذا أعطيتني 500 ألف دولار الآن سأنسحب. أتصدقون هذا الرجل؟ جيمي، من يطلب 500 ألف دولار؟ 400 ألف. لا اسمعني، لو قلت 200 ألف أو ربما 250 ألف لربما ماذا فكرت. ماذا عن 350 ألف؟ لا. حسناً، هيا بنا التحدي التالي. أوه. علمت أنه سيتراجع، قد أكون كذب، ذلك لم يكن صعباً جداً، ولكن التحدي التالي مستوحى من أحد أكثر الأشياء المرعبة التي فعلتها في حياتي. مستحيل. ما رأيكم بسرعة فهمه لا للأمر؟ لا 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 لا، هذا مستحيل. هيا، هذا مستحيل يا جيمي. هل الأمر واضح جداً؟ ما الذي كشفه؟ أبسبب شاهد القبر المكتوب عليه اسمه؟ يا للهول. في التحدي التالي سنقوم بدفنك حياً لمدة 24 ساعة. مستحيل يا صاح. يمكنك الخروج حالما تريد، ولكنك لن تعرف كم الساعة، وإذا خرجت قبل مضي 24 ساعة ستخسر كل شيء. هذا مصدر خوف جيد. بالفعل،
لست أنا الذي في التابوت هذه المرة. أجل يا صاح. يا للهول، قد تشعر ببعض البرد. أوه نولان، لا تفسد الأمر. سأحاول ألا أفعل. هذا مشهد من كوابيسي يا رجل. غريب أن أكون على الجانب الآخر من الأمر، لكنه ممتع. أوه ما هذا؟ هذا غريب جدا. المضحك أن المؤقت لم يبدأ بعد، لأنك لم تفهم بشكل كامل. قد يبدو ما سأقوله غريبا، ولكن هل قمتم بدفني بشكل أسرع؟ كما تريد يا ماك. أحضر قوات المساعدة. توقف 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 توقف. آه. فلنشغل المؤقت رسميا. يبدو أن 24 ساعة قد بدأت، وأنا أشعر بالفزع من الآن، لذا هذا لن يكون جيدا. ماك، أترى ذلك الحبل الموجود على رأسك؟ قم بشد. هل هذه خدعة؟ لا. في المرة القادمة التي ترن فيها هذا الجرس سنقوم بالحفر لإخراجك، وإذا لم يكن قد انقضى 24 ساعة ستخسر، وسأحرق منزلك وسأحرق المال وكل شيء. كنت أتساءل عما عنيته بكل شيء. كل شيء. أحلاما سعيدة يا ماك. حسنا، لا ترمي الجهاز اللاسلكي. هل توقع حركتي؟ أعلم أنهم قاموا برميه دون أن أكون معهم. من الممتع الوقوف على هذه الجهة من التحدي، ولكي نضمن ألا يموت سيرتدي هذا السوار حول معصمه لنراقب دقات قلبه وعلاماته الحيوية، ولن يمنحه ذلك أي طريقة لمعرفة الوقت. علي التفكير بطريقة لتتبع مرور الزمن. إليكم استراتيجيتي. يمكنني أن أحاول البقاء مستيقظا لساعتين ثم النوم لمدة 10 ساعات، وبهذا أكون أنهيت نصف التحدي. سأكرر ذلك مرتين وبعدها سأكون نجحت. مع وضع خطته، أول خطواته سيكون محاولة قضاء الوقت خلال الساعتين القادمتين. إنه ليس لوحة فيستبلز، ولكنه سيخفف من جوعي. ولكن كان من الواضح أنه بدأ يشعر بالملل بسرعة. بصراحة ما من مصادر تسلية في تلك الغرفة. هذا هو الهدف. شعوره بالملل بهذه السرعة علامة واضحة على أنه يفتقد لما يتطلبه هذا التحدي. فبعد 45 دقيقة من البدء فقط، فقد ماك إحساسه بالوقت لدرجة فظيعة. أعتقد أن الساعتين قد انقضتا. سأحاول النوم لمدة 10 ساعات، وهذا يعني انقضاء نصف فترة التحدي. مع أن النوم سيساعده على قضاء الوقت بشكل أسرع. أول ليلة نوم في التابوت. إلا أن السلبية منه هو أنه سيصعب عليه معرفة الوقت الذي قضاه مدفونا، خاصة مع عدم قدرته على النوم لأكثر من 30 دقيقة في كل مرة. ليس لدي أدنى فكرة كم الساعة الآن. أنا أشعر بالغرابة قليلا، وأرجو بشدة أن أكون قد قضيت أكثر من 12 ساعة. أعتقد أننا وصلنا لهذه المدة. وبما أن أصدقائي كانوا يوقظونني بشكل مستمر عندما خط أنا هذا التحدي، جيمي جيم، فكرت بأن أمنح ماك نفس التجربة الممتعة. استيقظ يا ماك، هل أنت بخير؟ عجبا، تبدو وكأن شاحنة قد صدمتك توا. في الواقع هذا ما أشعر به فعلا. لو كنت ليخمن كم ساعة قد انقضت سأكل. كلما طال وقت بقاء ماك في التابوت بدأ أكثر أنه يفقد إحساسه بالوقت. قد أكون قضيت 16 ساعة. ولأننا نحب زيادة التشويق في هذه القناة، لن نخبركم أنتم أيضا بالوقت المتبقي من تحدي الخوف هذا. على الرغم من أن ماك أراد ضمان بقائه في الداخل وقتاً كافياً، إلا أن خوفه من الأماكن المغلقة بدأ يؤثر فيه. الوجود داخل هذا التابوت أمر مخيف، وكلما بقيت فيه أكثر زاد شعوري سوءاً. إنه شعور جنوني. ولكن عندما رأينا أخيراً أن ماك بدأ يمسك ذلك الحبل، علمنا أنه بدأ يفكر برن الجرس. ملامحه توحي بأنه سيستسلم. من المستحيل ألا يكون الوقت قد مضى. يا للهول، أنا متوتر. شاركت في أحد فيديوهات التحديات هذه من قبل وخسرت كل شيء، والسبب الوحيد لوجودي هنا مرة أخرى حصولي على فرصة ثانية هو أنتم يا رفاق. إفسادي للفرصة الثانية يتعلق بشكل كامل بقدرتي على التأكد من أنني قضيت الوقت كاملا. آمل ألا أكون على وشك ارتكاب خطأ الآن. ماك يا صديقي، كيف حالك؟ جيمي، أنا متوتر جدا. لا أريد أن أكشف لك عن الوقت عن طريق الخطأ، لذا لا تعليق. لا أعرف كيف صمت لسبعة أيام. أنا لا أشعر أنني بخير. أجل هنا. هل وصلت إلى مرحلة شعورك بأن الدم توقف عن التدفق في رجليك وبأن ظهرك سينقسم؟ جيمي، أنا أفكر بشد ذلك الحبل. لا تعليق. سأعطيك حزمة من فئة $50 إذا أخبرتني. لا تعليق. حسنا، لدي تعليق لك. أحضر مجرفة، اتفقنا؟ 3. يا للهول، إنه يوشك على فعلها. 2. ها نحن أولى. 1. أوه يا للهول، أوقف المؤقت. والآن بما أن ماك اتخذ قراره، تبقى علي القيام بأمر واحد فقط.
أتمانع إن أخبرتهم عن شوبيفاي بينما نقوم بإخراجه؟ لابد من أنك تمازحني. شوبيفاي منصة تساعد رواد الأعمال على الانطلاق في الطريق الذي يختارونه. قد يكون إنشاء عمل خاص أمرا مخيفا، مثل أن تخط بالعناكب أو أن تدفن حيا. أنصحكم بألا تدفنوا أحياء، ولكن شوبيفاي موجود لمساعدتكم. لو لم أبدأ عملي الخاص لما تمكنت من زيارة كل تلك الأماكن المذهلة وتصوير فيديوهات مثل هذه لكم يا رفاق. استخدموا شوبيفاي لتبدأوا بإنشاء أعمالكم الخاصة الآن كالكثير من الناس. أتريد أن تعرف كم بقيت؟ أشعر أنك لن تخبرني حتى تخرجني. أنت محق. عملي الخاص يمكنني من إرسال أصدقائي إلى أحد مباريات السوبر بول، وهذا مسلٍ. ماك يملك كل من كارل ونولان كرة خاصة للبيع. سأقوم بإعطاء الشخص الذي يقوم ببيع أكبر عدد من الكرات بطاقات لحضور مباراة السوبر بول، بينما سأقوم بدفن الآخر حيا. كل ما يهمه هو أن تقوم بتحميل تطبيق شوب والتصويت لواحد منهما عبر شراء كرات نولان أو كارل. والآن بعد هذا الإعلان لنعود إلى ماك. مرحبا. مرحبا يا جيمي. ها أنت ذا، أهلا بك في العالم الخارجي. بعد خروجك من التابوت فلنرى إن بقيت فيه لمدة 24 ساعة. إذا كان الرقم الذي سأكشف عنه أقل من ذلك ستخسر. أشعر أنني سأتقيأ. 3 2 1 36 ساعة. هذا ما كنت أتحدث عنه. إنه يخيفني. مبارك يا ماك، هذا يعني أنك على بعد تحد واحد من الفوز بكل هذه الأموال. هيا بنا. يجدر بك الاستحمام أولا. أجل، رائحتي ليست جيدة. حتى الآن في هذا الفيديو يبدو أن إخافة ماك ليست بالأمر سهل، ولكن التحدي الأخير قد يجسد أسوأ مخاوفه، لأن التحدي الأخير هو تحد مماثل تماما للتحدي الذي فشل فيه في المرة الماضية. آخر تحد، أبقي هذا أمام وجهك، لا تنظر. أنا لا أنظر. لا تنظر. حسنا، أبقي عينيك مغمضتين، لا تفتحهما. لا تفتح عينيك. حسنا، افتحهما. لا 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 لا، لن أفعل ذلك مجددا. جيمي تعال إلى هنا. لا جيمي، لا أريد فعل هذا مجددا. قف هنا، قف حيث يمكن للكاميرا تصويرك. آخر تحد هو تحدي الخوف من الفشل. لا، أعدنا بناء الموقع الذي خسر فيه 800,000 دولار في هذا الفيديو، وكما في المرة الماضية القوانين بسيطة. هنالك 4 مراحل، كل مرحلة فيها كعكة عليها شكل معين. عليك اقتطاع الأشكال دون تكسير الكعكة، وإذا قمت بكسر إحداها ستخسر 700,000 دولار، وبالنسبة لك بشكل خاص ستكون تلك ثاني مرة يحدث فيها ذلك. هذا مشهد من كوابيسي يا رجل، لا أريد أن أكون هنا مجددا. هذا جيد، لأن لدي عرض لك. إذا انسحبت الآن ستغادر وبحوزتك 300,000 دولار، أو يمكنك المخاطرة بها من أجل الكعك، وإذا أنهيت هذا التحدي ستربح 700,000. هذا قرار هام جدا. أجل، لأن المبلغ لا يكفي، إنه أقل من النصف. ولكن إذا خسرت مجددا ستكون خسرت 1,000,000 دولار ونصفا في هذا الموقع. هل أنت متأكد؟ إنه يفكر بالأمر. ماك، أعرف أن هذا صعب، ولكن عليك اتخاذ قرار هنا. أتريد العودة إلى المنزل مع 300,000 دولار، أم تريد المخاطرة بكل شيء في هذا التحدي؟ لا بأس، سأفعلها. حسنا، بصراحة يسعدني قرارك. أريدك أن تربح الجائزة كلها. إذا نظرتم إلى جهاز الآيباد هذا فسترون كم احتاج ماك لتخطي المراحل الأربع في المرة الماضية التي خاض فيها هذا التحدي. 34 دقيقة و54 ثانية. هذا هو وقتك، هيا ابدأ. لا تكسر الكعكة بينما تفتحها. أنت ذا. على الرغم من أنه يتحرك بسرعة، إلا أن ذلك قد لا يكون في صالحه، لأنه إن قام بكسر كعكة عن طريق الخطأ سيخسر. أوه عجبا، أفعلتها بهذه السرعة؟ امسحها، هيا امسحها. لون أخضر. الأمر مختلف تماما هذه المرة. سأستغرق كل الوقت الذي سأحتاجه لإخراج دائرة، هيا بنا. ينجز التحدي بسرعة. لما فتحها صعب لهذه الدرجة؟ لأنك تشعر بالهلع. أحاول أنا. افتحها. حسنا، أمسك الآيباد. حسنا، فتحها صعب. ما الذي تفعلونه؟ لا أريد أن أكون مسؤولا عن ذلك. كن حذرا. نظريا استراتيجية ماك منطقية، يريد الانتهاء من كل الأشكال السهلة بسرعة كي يوفر الوقت للمظلة التي تسببت بخسارته سابقا. لديك 32 دقيقة. سأحتاج تلك الدقائق 32 للمظلة، هذا مستحيل تقريبا. ابتعد. حسنا، سأبتعد. افتحها. اسمح لي. أوه.
هيا 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 بنا هيا. ماك توقف عن تدمير موقع التصوير. يجب أن تجعل فتح هذه العلب أسهل. ما من داع للعجلة، لم تستهلك أي من وقتك حرفيا، أي قد يجدر بك العمل ببطء أكبر على هذه الكعكة. هذه صعبة جدا، ولكنها لا توازي حتى صعوبة المظلة. أحاول الوصول للسباق قبل بدئه. يا للهول، هذا صعب جدا. يا للهول. حسناً، لا أحتاج لهذا بعد الآن. حسناً، ربما لم تنكسر كلها. أوه حسناً، ما يزال لديه 29 دقيقة. أنهى أول مرحلتين في 4 دقائق. لا أعلم لما فعلت هذا. يا للهول، لقد خسرت مرتين. أعطني يدك. لا أرجوك يا جيمي، لا أريد أن أغادر بعد. لا يا جيمي، لا يا صاح، لا أعرف كيف أشعر الآن. هيا تعال، هيا تعال. كان لدي الكثير من الوقت. أجل، ما زلت لا أفهم لما كنت تتحرك بتلك السرعة. المظلة، أعرف أن المظلة تحتاج الكثير من الوقت. أجل. حسناً، أخبرني ماك في هذا الفيديو أنني لن أتمكن من فعل أي شيء لإخافته، ولكن بعد جعله يواجه العناكب وسيارة غارقة والمزيد، بدأت فعلاً أصدق كلامه. مع السلامة. الشيء الوحيد الذي تمكن من هزيمة ماك كان خوفه من الفشل. مع السلامة. اشتركوا لنعطي ماك الكعكة.